مرتضى فتيتي يفضل راغب علامة على نانسي عجرم وإليسا، يختار درة وهذا ما كشفه عن ظافر العابدين. احتفل الفنان التونسي مرتضى بوصول أغنيته الجديدة شدة وتزول إلى 10 ملايين مشاهدة على يوتيوب. وفي هذه المناسبة كان لموقعنا مقابلة مع الفنان التونسي كشف لنا خلالها العديد من التفاصيل. في البداية تحدث مرتضى عن زيارته الأولى للبنان وقال: فرحان برشا أن يكون أول مرة في لبنان، ولبنان يعني ديما في أي بلد مغاربي كسواء المغرب أو الجزائر أو تونس أو ليبيا أو موريتانيا، يعني بنسمع خبريات على لبنان ونسمع أخبار على لبنان وكيف شكل لبنان وكل، بس باللي تتخيل لبنان، لبنان لما بتزور تكون أحلى من اللي كان بخيالك. ونحن الحقيقة جاي هذه لبنان كانت أساسا تلبية لدعوة لقناة عربية ببرنامج الأستاذ الكبير مروان خوري، وكانت زادة أيضا للتوقيع أو الاحتفال بال10 ملايين فيوز. بطبيعة صحبة الشركة اللبنانية الأولى شركة وتري، دونك إن شاء الله يا ربي من لبنان يكون عنا أفاق أخرى وثنية أخرى غير اللي كنا بنقدمه ونطور اللي كنا بنقدمه يا ربي. كذلك تحدث مرتضى عن النجاح الذي حققته أغنيته وقال: والله هو الحقيقة الفرحة اللي عنا كإيكيب هو مش على أغنية شدة وتزول بس، هو على النتاج شغل كامل يعني بالمدة الأخيرة. الحقيقة الناس باقية تتبع فينا أكثر والناس باقية تهتم فينا أكثر، وبدأ يصير إشعاع هكا شوية عربي مغاربي اكسترا. في عنا جمهور كبير جزائري، في عنا جمهور ليبي محترم، في عنا جمهور مصري محترم، وإن شاء الله يا رب نكمل نوصل لكل الشبان ولكل مواطنينا بالعالم العربي. وأغنية شدة وتزول يعني 10 ملايين فينا نكون سعداء بها، لأنه بعادة الفنانين اللي بيغنوا بوب أو يعني تونيزيان بوب أو موروكو بوب أو something always بيغنوا على الحب يعني وكل، بس هاي الأغنية مختلفة لأني تغني سوسيال وتهتم بمشاغل الشباب بتونس أو حتى بالعالم العربي. ووقت اللي غنينا شدة وتزول هي كانت بتونس شدة وعمال تنزال، يا رب إن شاء الله تكمل على خير، وإن شاء الله شدة وتزول على كل العالم العربي. شدة وتزول عدي ويسير عدي باللي تحن علي لحالي دوم، لا ما نولي مصير نكون، شدة نغني بلادي غمي عليها منلوم، يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا لا. وعما إذا كان الفنان التونسي مظلوم عربيا، قال مرتضى: حقيقة ما فيش يعني كتير فنانين توانسة مش مشهورين، ولكن ما لازم نمر دون ما نذكر الفنان الكبير لطفي بوشناق نجاله تحية. لكن نقول نحن تو بسنة 2021 مخلص يعني رايحين في 22، نقول انه ما عاد في صدفه، ما عاد في ظلم، ما عاد في حظ، ما عاد كل شيء شغل وكل شيء عمل وكل شيء خدمه. لما نحن شغل بتونس عندنا خدمه. لما بيكون في حدا يعني مشهور ما عاد فينا نقول انه نحن مظلومين، نو نحن لازم نفهم ليش الناس عم يشعوا عن العالم العربي، والتوانسه يعني قليل إشعاعنا العالم العربي، ولحتى نعرف ليش لازم نستعملوا هذه يعني الأسباب ونحطها بشغلنا احنا. وهذا يلي عم نعمله صحبة اللبنانيين سو، ان شاء الله يا رب نخلط نحقق الحلم اللي في بالنا يا رب. وتحدث مرتضى عن الأسباب التي تجعل انتشار الفنان التونسي محدود عربيا، مشيرا إلى الخطوات التي يجب أن يعمل عليها ليحقق نجاحا عربيا واسعا. أكيد هي اللهجة،
أكيد اللهجة يعني ممكن نحن يعني البلدان المغاربة بصفة عامة بنفهم اللغة البلدان المشارقة أكثر من أنه المشرق يفهم اللغة التونسية أو الجزائرية وغيره. سو نحاول أن نبسط شوية الكلمة، نحاول نمرر، نحاول نفوت أيضا بلكي مصطلحات جديدة للمشارقة، مثل ما فاتت كلمة برشا برشا، مثل ما فاتت كثير يعني كلمات مو للشعب اللبناني أو للمصريين، بس فاتوا مع أنه الكلام تونسي، مثل ما فاتت بزاف من المغرب اكسترا. فينا نفوت كلام يعني للموروث اللي باللهجة للبلدان المشرقية، وهذا بيكون عن طريق الموسيقى، ولهنا تكمن أهمية الموسيقى ودورها الموسيقى للتثاقف بين الحضارات، ولا تصير كل بلد بيفهم التاني أكتر وأعمق، صورته لأنك تقدر تفهم الكلام لكن ما تقدر تفهم الانرجي اكزاكتلي يعني اللي بقلب الكلام. الموسيقى فيها توصل لهذا الشيء. وبالحديث عن الفنانين اللبنانيين، فضل الفنان التونسي الفنان اللبناني راغب علامة على كل من الفنانتين نانسي عجرم وإليسا، ووجه له تحية من خلال تأديته مقطع من أغنية قلبي عاشقها. والله ثلاثتهم يعني بحترمهم كتير، وفي عندهم كتير أغاني يعني كتير مسموعة بتونس. أوكي نغني رغب علامة. قلبي عاشقها والعيون هويتها وأهلا ما يرضون، قلبي عاشقها والعيون هويتها وأهلا ما يرضون، وأنا كل ما اشتاق إليها أروح وأسأل عليها عليها، كل ما اشتاق إليها أروح وأسأل عليها عليها، أنا كل ما اشتاق إليها أروح وأسأل عليها، كل ما اشتاق إليها أروح وأسأل عليها عليها، تجاوبني عينيها تجاوبني عينيها، ارحل يا حبيبي حبيبي اللي ما يرضون. كذلك كشف مرتضى لنا أنه يحب أن يقدم ديو غنائي مع الفنانة اللبنانية كارول سماحة، مشيرا أيضا إلى حلمه الكبير بالغناء مع جارة القمر السيدة فيروز. والله سؤال صعب يعني، يعني مش مقابلني لهلا شيء أسامي، بس في كتار الحقيقة. أنتم محظوظين، عندكم بارشة فنانين. سو بحتار عن جد. ممكن كارول سماحة بحبها وبحترمها كتير كتير كتير، هي لبنانية كارول سماحة. في 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 كتير، ما في أظلم أسامي يعني، في عندكم كتير كتير فنانين. لكن بين سور يعني حلم ما بيتحقق، لأنه حلم كبير وبعيد المنال. مدام ست فيروز عايشة، سو لازم يكون حلمك أنك تغني مع فيروز، لأنه ست فيروز شيء عظيم جدا عنا بتونس وعنا بالمغرب العربي. أوكي هي حلمة ما راح تتحقق، بس لازم نقولها لعظمة الست فيروز. وتحدث الفنان التونسي أيضا عن التمثيل، مشيرا إلى أنه مهم في مسيرة كل فنان تونسي. والله هو التمثيل بالأخص عنا بتونس ولا محطة مهمة بالفنان، وخاصة بمصر من قبل يعني. دايما يعني الفنان لما يوصل بمطرح بكاريره لازم ينوع، لازم يعمل غير شكل للناس، لازم يقدم شيء تاني للناس. سو التمثيل ممكن يصير محطة مهمة، وممكن يكون محطة مهمة بمسيرتنا، لكن كل شيء بوقته. طيب أنا في يقول أني أنا بعرف حجمي هلا exactly يعني، وبعرف شو لازم أطلب، وبعرف وين راح أقدر أوصل بكرة، وبعرف شو لازم أطلب بكرة. سو الفنان مهم جدا إنه يعرف هو وين هلا. سو ما فينا نحلم كتير، وما فينا نظلياتنا زادة ما نحلم. سو إن شاء الله يا رب الأيام الجاية مخبيتنا أشياء مهمة يا رب. أما الممثلة التي يريد التمثيل معها، أكيد ما راح أكون منحاز لبلدي وقول هند صبري أكيد، ودرة زروق أكيد، وظافر زين العابدين أكيد. في برشا ممثلين توانسة قاعدين يبرزوا في مصر وقاعدين يبرزوا بالعالم العربي ككل.
وفي راهو والله صدقني في ممثلين توانسة خسارة يعني ما يعرفوهمش بالعالم العربي، لكن صدقني في مبدعين ما صاروش في تونس، ان شاء الله يلقاو الضوء، ان شاء الله يا رب يعني يتعديوا بتلفزيونات عربية. ولكن نقولوا يعني درة زروق، اوكي درة زروق هو حلم لكل تونسي انه يمثل معاه ونسلم عليها برشا. اما عن الممثلة رقم واحد في تونس قال مرتضى: اذا سألتني هذا السؤال بجاوبك اقول لك انه السماء تتسع لكافة النجوم، وكل نجم هو الاول بطاقته وبسحره. سو درة زروق ما في منا، وهند صبري ما في منا، وانت ما في منك، كل حدا ما في منه بالدنيا، ما حدا ياخو مكان حدا. وفي الختام كشف الفنان التونسي لنا عن الأعمال التي يقوم بتحضيرها على المستوى يعني الوطني، على مستوى تونس في عمل بيتحضر مع فنان رابر كتير كتير كبير بتونس، هو رابر أولد سكول اسمه، يعني معروف بالأولد سكول متاعه، لكن عنده لكن مودرن بنفس الوقت، هو الرابر جيجيا، معروف يعني هناك برشا بنحضر غنية اسمها منا براش. وعلى المستوى العربي إن شاء الله في شيء قاعد يصير على نار هادية إن شاء الله، بوقته راح نعلن عليه إن شاء الله يا رب. عادي ويصير عادي.